رسولك وحول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر وارتد يوم يتكين مركو أهل دونا مستقبل قينو كتل الله بصدر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقوم نبرك ركع ذو ذات كذان فر الهين السنة كدبناها كد عيست الدعاء صوصعت وعشرة نبي قلنا بره صلى الله عليه وسلم الدنتين كجر اللهم إني أستخيرك بعلمك إلهي وحن كويدي سنة يا وح خير كلينا ذي دورته ما دام العلم ولا هذا وأستقدرك بقدرتك إلهي أود هذا يقول كرسي وحان دون أيه وأسألك من فضلك العظيم إلهي وحن كاوي دي سنة يا ليرات كاغا ما دي غلا هذا وين إلى روحي قصيص فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إلهي وحل بواد كرتان وحل بمكر إلهي وحل بواد أكتهاي أنا أقول مؤقي وأنت علام الغيوب بلاها وحمقا هذه آية آذو أكسون اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته إلهي يهدي أرنت أكت وأنا مقعاب يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم أفصام لي بها كل شيء إلهي أرنت أن دون أن كس عضا أن كنت الله بسنة يهدي أدوكتها إلى إي خير بدنت في ديني ومعاشي دين تيدي الدنيا ديدة وعاقبة أمري أما عاجل أمري وآجله يا الدنيا إذا هي آخرة أفرتا الرموت هدا يقف عنت دينهان لقالهان الدنيا هان آخرة هان انت أبه هدي أرن كان دون يا ويقو ناكسنية فاقدره لي ويسر لي إله إيه قدر سيدا نفض لها أفل لها أنا إيه فضوذين انت أساق رمها ثم بارك لي فيه إله إيه بركة إله إيه وافتشي أي بركة وإن كنت تعلم أن تعلم أن هذا الأمر شر لي إله هدا دكت أديك أو حلب أكسوني أرن كان إنه إيه بلاية وإيدي بدنيا الدنيا آخرة يا دين يا دنيا أنت لا فصرف عني واصرفني عنه إله هنا كلد أرن كان حقا يجد أنا كان حقا يد يا نان سليم بقى واقدر لي الخير حيث كان حلا وحي خيرنا إله إوافتي مالك استو خير كاسي ويا ثم ارضني به اله يقو قنعي وحل به خير انت وضيف ليس اله يقو قنعي قفكي سدا ايا وكدعيسن يا ابو النبي صلى الله عليه وسلم انت لبركعدود سنه كدكدي